انا اسمي مصطفى وشغال في شغلة البراميل خشب بقالي 50 سنة. الورشة بتاعت والدي يعني. مش انا اللي اخترتها، ده جدي اللي اختارها ووالدي وبعد كده احمد. الاول كانت للمخللات والحاجات دي، كانت افضل حاجة طبعا المخللات والكلام ده، لا بتفرز مواد سامة ولا الكلام ده زي دلوقتي البلاستيك والامراض المنتشرة دلوقتي، كل ده بسبب ان احنا خرجنا عن الطبيعة والزرع والعلافة والعطارة والديكور ده دلوقتي. لكن الأول كان كلها استخدام للمية للترش وللفسيخ والحاجات دي، الحاجات الطبيعية. الإنسان ما كانش يحب الحاجة اللي بيعملها ما بقاش ليها لازمة، ما بتطلعش زي ما هو عاوز أو زي ما الزبون عاوز. ولادي لا ما بفتكرش ولادي، لأن ولادي وكل واحد بقى خلاص بقى احنا بقى جيل غير الجيل خلاص، والأجيال بتختلف. يعني احنا كنا والدي بيعلمنا الصنعة عشان ناكل منها، دلوقتي بقت الطموح مختلف والدنيا مختلفة. يعني عندي 3 أولاد بيشتغلوا معايا يعني كده، بيساعدوني بالليل شوية بس. لكن الشغل دي شغلانة مع الممارسة، مع لازم تبدأ من شغل من الشغل من الصغير لغاية ما تكبر. ما تقدرش تحسبها بقى لها قد إيه، ممكن تعدي 200 سنة. هي العيلة، أنا نجار براميل في البطاقة، أنا نجار براميل من أول ما طلعتها، من أول ما طلعتها أنا عندي 16 سنة. تنتظر مع احنا وجودنا، احنا ننتظر يعني خلاص ننتهي بقى احنا كمان. لكن طول ما احنا موجودين الرزق موجود واحنا شغالين، كل حاجه ليها نظامها. يعني الديكور غير الشغل العطاره غير الزرع غير مش عارف، كل حاجه ليها مجالها. هو ده بقى جدي، ده ميداليه برونزيه اللي خدها جدي في نفس المكان، هنا في نفس المكان سنه 31 على البرميل ده. شغل يده كتير راحت مع الزمن بسبب قلة الاعتناء بيها وقلة الاعتناء بالصناعية اللي كانوا بيشتغلوها والكلام ده، راحت. انا العم الحداد، انا طول النهار ماسك مطرقة بدق عشان الشنابر دي بتنزل ضغط، ما بتنزلش كده تلصيم، لا ده كل ده بينزل ضغط. هو شغلة البراميل كده، عشان كده هي محدش قادر يستوعبها، لان اللي فيها هم اولادها.